اول اشاعه معايا بتقول ان انت كنت على علاقه عاطفيه ببنت من كينيا. منين يا فندم؟ من كينيا. تضحك على ايه؟ من كينيا زمان. اي ما اكيد زمان يعني قد ايه راح كينيا في الحر ده. لا يا فندم يعني ما اعرفش يعني ممكن لو كنت قلت اي دوله تانية بس كينيا ما رحتهاش الحقيقه فدي انا اجزم انها اشاعه يعني اعمل ايه يعني خد معايا يعني حتى اللي يسمع الاشاعه يفكر فيها يعني انا بقالي معاكم 30 سنه عمركم سمعتوا ان انا رحت كينيا او اتكلمت ولكن طبعا انا بحيي الشعب الكيني وكل حاجه وهي كانت علاقه وانتهت بشكل مأساوي. يعني كان في علاقه اصلا؟ ما خلاص بقى هنعمل ما انت حابه تقول لي اشاعه ما روحتش كينيا. لا ما خلاص الزمن عدى الزمن انتهت بشكل مأساوي. لا الزمن عدى يعني كانت علاقه فعلا؟ اليوم اللي قررنا فيه ان انا اقابل باباها ابوها كلوا الاسد في اليوم ده وكانت مشكله كبيره. بابا ايه؟ كلوا الاسد ماما. لا انت بتهزر. انت بتهزر ليه؟ لا انت بتهزر. شو بقى بيقولوا اشاعه؟ لا انا بقول الحقيقه وكنا اليوم اللي كنا نروح نقرا الفاتحه يعني. المهم ابوه حصل له حادث مأساوي في الغابه والاسد كله فقالوا طب ممكن اخطبها من عمها فاهمه؟ فاهمه يعني وعمها الحقيقه برضه ايه بقى؟ الاسد كله ما لقيتش حد اتفق معاها العيله كلها الاسد كينيا مين يا استاذه يعني انا اتشرف بس الحب ملوش وطن يعني ولكن دي اشاعه لا لا مفيش حاجه اسمها كده كينيا والله. طب انا هكمل بقيه الاشاعات ازاي؟ لا كمليها يا فندم. انا عندي اشاعتين. يلا يا نهار. لا لا ولا انا بص الاشاعه هقول لك دي اشاعه الحقيقي هقول حقيقي يعني لكن لو كان في علاقه مع كينيا كنت مع الكينيه الاخت الكينيه كنتش هخاف.